طيب هنكمل النهاردة إن شاء الله بقية الدرس بتاعنا، تمام؟ النهاردة إن شاء الله هنبدأ في موضوع الاستورج. كان في بقية كام موضوع كده، بس أنا هبدأ بالاستورج الأول مبدئيا، وأنتوا لسه صاحيين قبل ما الناس بتيجي كده في النص وبلاقيها بتنام مني خلاص، ماشي؟ فأنا هبدأ موضوع الاستورج وأنتوا لسه فايقين كده، عشان ما إيه ما أحسش إن الناس نامت مني وأنا شغال. طيب حد فيكم فاكر موضوع الاستورج كده؟ ها كنا اتكلمنا فيه كده على السريع، على البارتيشننج وازاي البارتيشن بتتعمل وازاي بعمل لها فورمات وازاي اعمل لها ماونت. حد فيكم لسه فاكر الكلام ده؟ ها طيب حد عنده اي مشكله في ان هو يعمل كرييت لبارتيشن، يعمل له بعد كده فورمات وبعد كده ماونت وبعد كده ام ماونت لو حابب؟ طيب الحمد لله. الدرس بتاع النهارده هنبدأ نتكلم على موضوع جديد خالص، حاجة اسمها الريد. حاجة اسمها الريد، خلاص ده اللي هنتكلم فيه النهارده. حد سمع عن موضوع الريد ده قبل كده؟ ها حد سمع عن الكلمة دي قبل كده؟ باك اب. الريد يعني باك اب. اعتقد حد عنده ايه ده صحيح؟ ريدندنسي. اتش ايه؟ بص تعالى نتكلم كده على موضوع الريد بشكل تكنيكال، بدل ما احنا قاعدين نقول اي كلام كده وخلاص. طيب الريد ده اختصار لإيه؟ الريد ده بكل بساطة اختصار redundant array of independent disks أو redundant، نفس الكلمة ده بعد نكتب بقى تاني كده، array of inexpensive disks. خلاص كده؟ يعني ايه redundant array of independent disks او redundant array of inexpensive disks دي؟ ايه ايه يا عم الكلمة دي؟ يعني ايه المصطلح ده؟ بص بكل بساطة عايز تفهم الريد تعمل معنى بتاعه كده وانا افهمهولك. احنا عادة واحنا بنشتغل على السيرفرات من غير اي حاجة او حتى على اجهزة الديسكتوب العادية، في الشكل الطبيعي بيكون عندك وانت بتكتب اي داتا بيكون عندك السيرفر اهو، بتلاقي عندك ديسك كده موجود في السيرفر، الديسك ده بتكتب عليه الداتا بتاعتك. طيب دلوقتي لو الداتا بتاعتك دي، لو بلاش الداتا، الديسك نفسه باظ، الديسك نفسه ضرب، مع السلامة خلاص، مع السلامة انساه خلاص، الديسك باظ ملهاش حل تاني غير انك تعمل ريبليس للديسك. طب في الحالة دي ها ايه اللي حصل لك؟ انت كده لبست في الجدار خلاص، مع السلامة. لو مش عندك باك اب مبدئيا فانت كده رحت في داهية. طب لو عندك باك اب، ها لو عندك باك اب يعني ها بتبقى الدنيا يعني الى حد ما. طبعا كلمة ان انت عندك باك اب دي كلمة كبيرة قوي، عارف ليه؟ لان انت اخر مرة كنت واخد الباك اب كان ممكن يكون متاخد امبارح بالليل او النهاردة الصبح، معناه كده ان كان في احتمالية كبيرة ان في داتا اتكتبت ايه في الفترة من اخر مرة خدت باك اب لحد ما حصل فيلير. فالداتا اللي اتكتبت دي هتعمل فيها ايه؟ هترميها ولا انت اصلا مش عايزها ولا ايه بالظبط؟ فكلمة باك اب دي بالنسبة لك كلمة مطاطية قوي. يعني هو انت بتاخد ريال تايم باك اب؟ هو المفروض ده يكون السؤال، هل في عندك ريال تايم باك اب؟ صعب جدا تلاقي ريال تايم باك اب بتاخد على مدار 24 ساعة طول اليوم، صعب جدا. يعني معظم السيستمز اللي بتعمل باك اب بتعمل باك اب في اوقات محددة، يعني يوميا الساعة كذا او اسبوعيا الساعة كذا، وهنبقى نتكلم على موضوع الباك اب ده لما نوصله ان شاء الله كمان.
بس ما تتخيلش ان في حد بياخد على طول كده ريال تايم باك اب بالمنظر ده، صعب جدا يعني، صعب جدا. طيب نرجع للحاله الطبيعيه بتاعتنا خالص، الديسك ده حصل له فيلير، فانت كده لبست في الجدار. طب الناس فكروا يا عم ده احنا مفيش طريقه نحط ديسك تاني جنبه كده. الداتا لما تتكتب على اتنين، بحيث ان لو واحد فصل، ها لو واحد منهم كده وقع، يفضل التاني ده شغال، تفضل السيرفيس قايمة والدنيا تمام من غير أي مشاكل. ده كان بداية التفكير، ده كان مجرد البداية في التفكير لحاجة زي كده. فكروا في حاجة زي كده وبدأوا إيه، يقول لك طب خلاص أنا هعمل ميرورنج للداتا اللي موجودة عندي دي، الداتا اللي تتكتب على ديسك هكتبها على ديسك تاني، بحيث إن لو الديسك الأولاني فصل أو الديسك التاني فصل، يفضل إيه على الأقل واحد منهم شغال، تفضل الدنيا قايمة أب أند راننج. وكل اللي عليك تعمله لما تجيب، لما ده يحصل له فين، خلاص شيله خالص، اعمل له ريبليس وحط واحد جديد. اول ما هتحط الجديد ده، ها هيشوف الداتا اللي كانت مكتوبه على اللي كان موجود قبل كده. اهو انت جبت واحد جديد اهو فرضا، اول ما هتركب الديسك الجديد ده اوتوماتيك هيشوف الداتا اللي كانت مكتوبه هنا ايه، ويروح نقلها لنفسه، يبقى في عندك نسخة تانية. بس كده، ده كان بداية التفكير. طيب تعالى بقى كده للاسم ده، نترجمه كده وخليك تفهم موضوع ال 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 الريد ده من ايه، من الاسم بتاعه. طيب بص كده، كلمة redundant دي يعني معناها ايه؟ اول ما تسمع عن كلمة redundancy معناها ايه؟ معناها حاجة بتتكتب مرة تانية او اكتر. redundancy من كلمة اصلا كمصطلح اساسا، ان الداتا موجوده او مش الداتا، ان الحاجه موجوده اكتر من مره. خلاص. طب independent يعني ايه؟ redundant معناها حاجه موجوده اكتر من مره، independent معناها ايه؟ مستقلين. طب disks يعني ايه؟ ها disks يعني ايه؟ disk، الهارد ديسك بتاعك. خلاص كده. طيب array يعني ايه؟ الري دي لو بصيت في كل الترجمات العربية معناها مصفوفة. اسم غريب قوي 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 يعني، الناس كلها بتتخض منه في الأول، إيه مصفوفة دي بقى؟ سيبك من كلمة مصفوفة، ده الترجمة الحرفية دي. أول ما تسمع كلمة الري اعرف إن هي إيه؟ ليست بالظبط. ليست. يعني بكل بساطة عندك مجموعة من الديسكس المنفصلة عن بعض هيدولك إيه؟ ها؟ هيدولك او هيعملوا لك داتا ريدندنسي. بس ده كل وظيفتهم. يبقى لو ترجمت كده المعنى الحرفي لكلمه ريد معناها ايه؟ مجموعه من الديسكس او لسته من الديسكس المنفصلين عن بعض. وهو بالمثال ده واضح جدا، منفصلين لان كل ديسك لوحده، يعني ده ديسك كده هتجيب ديسك وهتجيب ديسك تاني جنبه، وكل واحد فيهم منفصل عن التاني، ملوش دعوه بالتاني. خلاص كده. طيب وظيفتهم ايه لما تجمع الديسكس دي مع بعض؟ وظيفتهم تعمل ريدندنسي. بس كده. طيب المصطلح التاني معناه ايه؟ ها نفس الحكايه، ريدندنت معناها برضه في تكرار لحاجه معينه، الري برضه معناها لسته. اوف ان اكسبنسيف، ان اكسبنسيف معناها ايه؟ اكسبنسيف يعني رخيص، ان اكس اسف اكسبنسيف يعني غالي، ان اكسبنسيف يعني رخيص. معنى كده ان اكسبنسيف ديسكس. طب لو جيت ترجمت المصطلح التاني ده معناها مجموعه من الديسكس الرخيصه، ها اللي هتستخدمها عشان تعمل لك ايه؟ داتا ريدندنسي. بس كده، ماشي كده. طيب حلو قوي، كلام جميل. يبقى من اسمه هيكون في عندي داتا هتتكتب اكتر من مره، او في عندي حاجة هتتكتب على الديسكس اكتر من مرة. خلاص. مرة مصطلح independent يعني منفصلين عن بعض، ومرة بمصطلح inexpensive يعني رخاص. وهجي لك كمان دقيقتين كده وهتعرف ليه في مصطلحين. طيب كلام جميل. بص لي بقى يا سيدي، الريت ده لما جيت عمل اساسا، الريت ده لما جيت عمل اول حاجة اتطبق على، ها او اتعمل كده حاجة اسمها hardware rate. هاردوير ريت. خلاص كده.
والهاردوير ريت ده بسيط جدا. الهاردوير ريت ده قال لك بص، ده انت عندك السيرفر بتاعك اهو، السيرفر ده هركب لك فيه من جوه كده كارت داخلي، الكارت ده اسمه ها الريت كنترولر. هركب لك في السيرفر ده كده كارت اسمه الريت كنترولر، تمام كده؟ والريت كنترولر الديسكات بتاعتك اللي انت هتركبها في السيرفر هتوصل الديسكات دي بمين؟ بالريت كنترولر ده. خلاص كده؟ هتوصل الديسكات دي بالريت كنترولر. ماشي؟ طيب كلام جميل. مين اللي هيقوم او مين اللي هيقرر انه يكتب الداتا نسخة او اتنين او تلاتة؟ ها؟ الريت كنترولر ده. يعني الريت كنترولر هو اللي هيكون مسؤول ان هو يكتب الداتا، مرة يكتبها هنا، مرة يكتبها هنا، ولا يكتبها هنا، انا ماليش دعوة، هو يكتب الداتا وخلاص. خلاص؟ معنى كده ان انت لازم تروح تعمل ايه؟ لازم تروح تعمل كونفيجر للريت كنترولر ده، تقول له يا ريت كنترولر لما تيجي تكتب الداتا انا عايز كام نسخة منها تتكتب. تمام كده؟ يبقى لازم مع الريت كنترولر تروح تعمل له كونفيجر كده بايدك وتقول له انا عايز اكتب الداتا كام مرة. تمام؟ طيب كلام جميل. وبما انه كارت كده، كارت عامل زي كارت الشاشة ولا كارت الصوت، كارت تمسكه في ايدك. خلاص؟ بما انه كارت كده، ها؟ عشان كده اتسمى هاردوير. هاردوير. خلاص؟ لأن لما هو بيجي يكتب الداتا مرة أو اتنين، ها؟ ولا تلاتة، على حسب ما أنت عامل له كونفيجر بقى، أنا مش عارف أنت عامل له كونفيجر يكتب الداتا مرة ولا اتنين ولا تلاتة. عملية كتابة الداتا دي، ها؟ اللي بيقررها كارت هاردوير، فتسمى هاردوير ريت. خلاص؟ معنى كده ان كل اللي بيحصل ها منفصل تماما ومنعزل عن مين؟ عن الاوبريتنج سيستم بتاعك. يعني عملية ان هو يكتب الداتا مرة او اتنين او تلاتة ملهاش دعوة خالص بالاوبريتنج سيستم. معنى كده ان مش هيحصل لود على مين؟ اللود مش هيحصل على الاوبريتنج سيستم ده، يعني الكيرنل مش هيمانج داتا تتكتب مره او اتنين او تلاته، الاوبريتنج سيستم هيكتب الداتا مره واحده بس، يبعتها للريت كنترولر، يروح الريت كنترولر يبص على الكونفجريشن بتاعه كده ويشوف ايه؟ ها؟ هل هو كونفجر دي يكتب داتا مره ولا اتنين ولا تلاته؟ ولا ايا كان بقى، تمام كده؟ طيب، بما ان الهاردوير ريت ده لازم له كارت، بما ان الهاردوير ريت ده لازم له كارت، لان هو اللي بيعمل ايه، هو اللي بيعمل كل حاجه تقريبا، هو اللي بيشوف الديسكات دي لسه شغاله ولا لا. طب الديسكات دي لما اكتب الداتا اكتبها نسخه هنا ونسخه هنا، ولا اكتب ثلاث نسخ، ولا اكتب كام نسخه، ما اعرفش. خلاص انت اللي بتحدد. طيب بما ان هو اللي بيجي يكتب الداتا وبيقوم بكل الشغل، معنى كده انه او لازم لك عشان تشغل الهاردوير ريت لازم هيكون عندك كارت. معنى كده انت لازم تشتري كارت الهاردوير ريت، دي حاجة منطقية، سؤال مسلم، او يعني مش سؤال، دي حاجة من المسلمات. طالما تشغل هاردوير ريت لازم يكون عندك كارت، لان الكارت ده هو اللي هيعمل لك مانج الايه، للريت اري، للاري، عارف الاري يعني ايه؟ يعني للديسكات دي، للستة الديسكات دي بكل بساطة. خلاص كده؟ طيب الريت كنترولر ده بما انه كارت، تمام، فالطبيعي في الطبيعة لما تيجي تشتريه بتلاقيه ها في منه مودلز موجودة، في منه مودلز، ماشي؟ كل موديل هتلاقي له فيتشرز معينة، يعني مثلا في عندك مودلز بتسمح لك، هقول لك على حاجة كده بسيطة كمان، الريد كنترولر ده قبل أي مودلز، قبل ما أتكلم على أي حاجة والريد مودز وكلام من ده، الريد كنترولر نفسه وأنت مشغله ها بص، أنت عندك ديسكات أهي، صح؟ كل ديسك بيكتب بسرعة محددة، مثلا الديسكات دي وليكن ديسكات ساس، هتلاقيها بتكتب مثلا بسرعة وليكن 60 ميجا بايت في الثانية،
كل ديسك منهم بيكتب بسرعة 60 ميجا بايت في الثانية. خلاص كده؟ طيب كلام جميل. طب افرض نظام التشغيل بتاعك الاوبريتنج سيستم عايز يكتب داتا كتير جدا، مثلا نظام التشغيل بتاعك حب يكتب دلوقتي فرضا وليكن 800 ميجا بايت، نظام التشغيل بتاعك حب يكتب 800 ميجا بايت، فالشكل الطبيعي ايه اللي هيحصل؟ ها، هيبدأ يكتب الداتا. يلا يا عم ربنا يديك الصحة بقى، عارف انت اللي راكب جمل، اكتب شوية هنا واكتب شوية هنا. ويا سلام بقى لو بتعمل ريدندنسي او فول ريدندنسي بين الديسكين دول، معناها هيكتب هنا ايه اللي هيكتبه هنا لازم يستنى يكتبه هنا. يعني هتكتب بسرعة كام؟ 60 ميجا. يعني انت كنت عايز وقت قد ايه هنا؟ تقريبا حوالي 12 او 11 ونص ثانية او 11.7 من 10 ثانية. خلاص؟ طيب مع الريت كنترولر ده قال لك بص يا عم، ده انا هحط عليه كده فاست، ها فاست سبيد كاش، هحط لك كاش كده عليه. لا يا معلم مش مجموع السرعتين، مجموع السرعتين ليه؟ انا بقول لك انت عامل فول داتا ريدندنسي. فول داتا ريدندنسي معناها اللي هيكتبه على واحد لازم هيكتبه على التاني. هي عملية الكتابة ايه؟ الاتنين يتموا في نفس الوقت ازاي؟ ما انت اللي هتكتبه هنا نفس اللي هتكتبه هنا. عندك كراستين، قلت لك اكتب لي في كل واحدة بسم الله الرحمن الرحيم. ها، هتاخد وقت قد ايه؟ هو هتاخد ضعف الوقت اللي هتستخدمه لو بتكتب لكراسة واحدة. طيب نرجع تاني، قال لك بقى انا هامبلمنت على الريت كنترولر ده فاست سبيد كاش. انا هامبلمنت على الريت كنترولر ده فاست سبيد كاش. ايه الكاش ده؟ قال لك جزء كده، حته ستورج كده صغيره سريعه جدا 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 في الكتابه. تمام كده؟ لما تيجي تكتب جزء كبير من الداتا اكتبه على الكاش الاول، وبعد ما تكتب على الكاش ابقى انقل اللي اتكتب على الكاش ده براحتك على الديسكات. خلي الديسكات بقى تاخد 5 ثواني، تاخد 10 ثواني، تاخد 20 ثانية، مش فارق معايا في أي حاجة، ياكش تولع بقى، مش مشكلتي. يبقى أنت بعد كده لما تيجي تكتب هتكتب فين الأول؟ ها، هتكتب على الكاش بتاع الريت كنترولر، وبعد كده الريت كنترولر يعمل إيه؟ يبدأ هو مع نفسه كده بعد ما أنت تخلص كتابة أو في وقت ما أنت بتكتب مش فارق معاه، يبدأ ينقل الديسكات والدنيا تبقى تمام معاه. تمام كده؟ تمام؟ الحمد لله. طيب بما ان الريد كنترولر ده كان عبارة عن كارت، بما ان الريد كنترولر عبارة عن كارت، معنى كده ان اي كارت في الدنيا، اي كارت في الدنيا له كاش. كارت الشاشة بتاعك مثلا، كارت الشاشة بيكون له ايه؟ ها، كل ما تروح تشتري كارت كده بقول لك الكارت ده، بالذات الناس الجيمرز يعني، يقول لك الكارت ده يا عم ده 1 جيجا، لا الكارت ده 2 جيجا، لا الكارت ده 4 جيجا. ولو حد فيكم شاف الكروت بتاعت انفيديا الجديده وصل الكارت فيه 8 جيجا بايت، الكارت 8 جيجا بايت. خلاص كده؟ طب كلام جميل قوي. لازم تكون متوقع ان الكاش نفسه بتاع الكنترولر او الكاش بتاع الريد كنترولر هيكون له سبيس، هيكون له مساحه محدده. يعني ما تفتكرش ان الريد كنترولر ده الكاش بتاعه هتلاقيه بال 500 جيجا وال 1000 جيجا وال 1000 جيجا ولا 1 تيرا ولا 2 تيرا، لا ده عاده الكاش او الكاش بتاع الريد كنترولر بيكون ها مساحه من الداتا ليميتد صغيره قوي بالنسبه لك. ماشي؟ ال اسرع حاجه او هتلاقي النهارده موجود في السوق هتلاقي فيه 12 جيجا ها موجودة عندك للريت كنترولر، هتلاقي فيه كاش كده مساحته 12 جيجا. اعتقد انت مش محتاج اكتر من 12 جيجا دي، لانه بيبدأ يكتب للكاش، وفي وسط ما هو بيكتب بيبدأ ينقل اللي كتب كأجزاء منه لمين؟ للديسكات اللي موجودة عندك. يعني في وسط ما هو لسه بيكتب بيبدأ ينقل اللي اتكتب لمين؟ للديسكات. ماشي كده؟ هتلاقي فيه 6 جيجا. خلاص؟ الأجهزة القديمة خالص كنت هتلاقي منها 2 جيجا كاش و1 جيجا، وكان في 512، انا شفت 512 ده،
انا شفته 256 كمان، وده كانت على سيرفرات اي بي ام قديمه قوي قوي من ايام 2003 تقريبا، يعني من اول ما قالوا صباح الخير كده للريد يعني، ماشي كده. شوف تطور الموضوع من 256 ميجا، من 256 ميجا نط بقى النهارده كام؟ 12 جيجا. 12 جيجا ده انا اخر مره عملت تشيك لسيرفر كان امتى؟ من حوالي 6 شهور تقريبا، من 6 شهور كان 12 جيجا. خلاص طيب كلام جميل. يبقى الكاش سايز ده او الريد كنترولر الكاش سايز بتاعه بيكون غالبا ليميتد، لانه مش بيكتب فيه كده الى ما لا نهايه، لا ده بيبدا يكتب فيه، وفي وسط ما هو بيكتب بيبدا ينقل منه لفين؟ ها للديسكات اللي موجوده عندك. حد كده عنده اي مشكله؟ حد عنده اي مشكله لحد دلوقتي؟ كلام جميل. تعالى كده اوريك الريد كنترولر يا عم بتاعنا، تعالى كده اوريك الريد كنترولر ده. بص شايف اهو، امسك ده مثال للريد كنترولر، كارت والله اهو، كارت اهو، كارت عادي جدا مفيش فيه اي اختراع اهو. تعالى اوريك مثال كده تشوفه فين فين فين. حاجة تكون واضحة بالنسبة لك. تعالى كده نجيبها لك من اتش بي كمان. اهو شايف الريد كنترولر ده حرفيا هو اللي بيكون موجود فين؟ ها هو اللي بيكون موجود في السيرفرات، وده ريد كنترولر بتاع اتش بي. امال ايه يا عم بتاع الخازوق الاسود اللي طالع له ده؟ طب ما ده الكارت وعرفنا هو ايه، ده الكارت وعرفنا هو ايه، امال ايه الخازوق الاسود ده؟ دي بطارية مع الكنترولر، دي بطارية جاية مع الريد كنترولر. ايه حوار بطارية دي كمان؟ ايه يا عم الكلام ده؟ بص لي كده، ادي انت بتجيب الريد كنترولر بتاعك اهو، ده السيرفر بتاعك، قلت لك هتركب فيه ريد كنترولر، الريد كنترولر ده هتوصل الديسكات بتاعتك فيه، خلاص لو عندك ديسك او اتنين وهكذا. طيب دلوقتي بقى السؤال، انت انا قلت لك من شويه لما بتيجي تكتب الداتا بتكتبها لمين الاول؟ ها للريد كنترولر، للكارت. بتكتبها فين؟ على الكاش بتاعه، على الكاش سبيس بتاعته. بعد كده الكاش يبدا هو اوتوماتيك يبدا يترانسفير داتا دي لمين؟ للديسكات اللي موجوده عندك. طيب فرضا انت كنت كتبت داتا هنا ولسه ما لحقش ينقلها على الديسكات، ها ايه اللي هيحصل؟ الداتا دي هتبقى لوست ولا ايه اللي هيحصل لها؟ قال لك بما ان السيرفرات دي عاده بتكون مهمه جدا والداتا اللي عليها بتكون مهمه، قال لك لا يا عم انا مش هسمح بحاجه زي كده. ازاي؟ قال لك انا مش هسمح اصلا ان الريد كنترولر ده يبقى داون، مش هسمح ان هو يقع مني حتى لو الكهرباء فصلت. فراح عامل ايه؟ راح جاي كده من الريد كنترولر ده كده موصل له بطاريه صغيره. البطاريه الصغيره دي هتفضل او هتضمن ان الكنترولر بتاعك يسيف كل الكلام ده عنده، او لو كتب داتا هنا يفضل عامل لها سيف لحد ما يعمل لها سبمت او يخزنها على الديسكات. يعني لو الكهرباء فصلت منك في اي لحظه الكنترولر ده هياخد الكهرباء منين؟ من البطاريه دي. طيب هيفضل مخزنها لحد امتى؟ قال لك لحد ما البطاريه تفضل شغاله. طب كلام جميل. طب افرض دلوقتي السيرفر وقف وكانت في داتا لسه ما اتكتبتش او لسه ما اتنقلتش من الكاش راحت للديسكات، هتعمل ايه يا عم؟ قال لك بس ثانيه واحده، اول ما هتيجي تقوم السيرفر ده مره ثانيه والديسكات تبقى اب، اوتوماتيك الكنترولر هيعمل ايه؟ هيشوف ايه اللي ما كانش لسه اتكتب وروح بعته للديسكات دي تتكتب في ايه؟ تتكتب عليه. خلاص؟ اليو بي اس مش هيحميك ابدا، اليو بي اس عمره ما هيحميك دايما من الباور فيلير. اليو بي اس عمره ما هيحميك من الباور فيلير. خلاص؟
اليو بي اس كل وظيفته في الحياة ان يكون عندك طريقة بس كده، يعني ده الكهرباء بتوصل دايما الكهرباء اللي جالك من الشركة من هنا وكهربة اليو بي اس من الناحية التانية، خلاص كده. اليو بي اس بتاعك اصلا لو تخيل لو الكهرباء دي فصلت، دي كده بقت داون بتاع الشركة اللي انت متوصل منها، وهوب اليو بي اس بتاعك ما عادش قادر يكمل خلاص، الكهرباء كده مثلا انت في حتة عاملة زي ام الدنيا، واليو بي اس بتاعك بيسمح تشتغل لحد 4 ساعات بس. اليو بي اس بتاعك بيسمح تشتغل لحد 4 ساعات بس، وهوب الكهرباء راحت فاصلة، قعدت عندك 6 ساعات، ايه اللي هيحصل للسيرفرات الموجودة عندك؟ تفتكر ان 4 ساعات وقت كافي جدا ولا كافي جدا ولا حاجة؟ ده اقول لك سيناريو على سيناريو تاني اكتر. اليو بي اس ده عمرك قابلت اليو بي اس حصل له باور فيلير؟ انا عن نفسي انا قابلت كتير والله، اليو بي اس نفسه حصل له باور فيلير مشكلة وبس، وحبكت يحصل له باور فيلير لما الكهرباء فصلت الاتنين في نفس اللحظة، تخيل. لسه العيد والله، العيد اللي فات والله العظيم، تاني يوم العيد لقيت لك الدنيا الناس كلهم الحق الحق السيرفيس وقفت، ايه يا عم؟ قال لك الكهرباء فصلت، رحنا نقوم السيرفرات كلها مره تانية ونشغل نشغل الدنيا كلها يلا. فما تفتكرش اليو بي اس هيحميك مدى الحياه يعني، خلاص كده. ها حد عنده اي مشكله؟ حد عنده اي مشكله؟ يبقى معنى كده لما تكتب داتا للريد كنترولر هيخزنها على الريد كنترولر ويبدا كده يقطعها ويبعتها لمين؟ للديسكات اللي موجوده عندك. طب افرض حصل باور افرض حصل باور فيلير، الباور فيلير ده مش هياثر لان الريد كنترولر ده بيحمي الداتا اللي اتكتبت ها عن طريق بطاريه، البطاريه دي موجوده دايما وواصله بمين؟ بالريد كنترولر. اول ما الكهرباء ترجع مره تانية ويحس ان الديسكات دي وصل لها كهرباء هيقول لها استني يا ديسكات، خد الداتا دي عندك اهي اكتبيها، ماشي كده. يبقى ما افتكرش الداتا بتاعتك ايه يحصل لها لوز دلوقتي، خلاص شكرا. طيب كلام جميل، تعالى هنا كده يا سيدي نعمل ايه. عايز بس اوريك فين. مش لاقيها ليه؟ طيب عادة بتكون ديسكات بتاعتك حاجة شبه كده، عادة بتكون ديسكاتك حاجة شبه كده، طبعا ده جهاز ديسكتوب مش للدرجة دي يعني، بيكون سيرفر خلاص، دي ديسكات ساتا، هي ديسكات ساتا فين؟ الصورة دي صغيرة جدا مينفعش. لأ طيب دي بالبطارية برضو، مش ظاهره، مش جايه لي الصوره، فمش عارف اعمل لكم ايه. طيب كنت عايز اوريها لكم، ما علينا طبعا كده، بس ما ضرب على حاجه تانية. اتش بي سيرفر عايز اوريك منظره من السيرفر من جوه بيكون شكله عامل ازاي، مفيش ولا صوره ظاهره.
حاجة شبه كده. مستخبية هنا. انا في حاجة بس عايز اوريها لك. طيب مش زهرة، مش زهرة، بس اللي انا عايز اقولك عليه ايه كالاتي، اللي الحاجة اللي انا عايز اقولك عليها عشان موضوع الهاردوير ريت ده، عشان انهي الموضوع ده بكل بساطة. بص كده عندك، ادا السيرفر بتاعك اهو، الريت كنترولر بتاعك بيكون واصل كده في السيرفر خلاص، وبيكون عندك شوية ديسكات ماشي كده. الديسكات دي قلنا بتوصلها بالريت كنترولر خلاص. طب كلام جميل. اللي انا عايز اقول لك عليه بقى وتكون متاكد منه، ان كل ريت كنترولر بيسمح لك تركب مجموعه ديسكات محدده. تاني مش معنى ان انت عندك ريت كنترولر ان انت ممكن تركب فيه اربع ديسكات ولا 8 ولا 10 ولا 12 ولا 24 ولا اي عدد من الديسكات، لا. ده انت الريت كنترولر دون لما بتيجي توصل الديسكات بتاعتك فيه، هتلاقي فيه عندك كده لكل ريت كنترولر مجموعه من الديسكات سبورتد. يعني في ريت كنترولرز بيقول لك معاك لحد اربع ديسكات ممكن توصلهم عليا، وفي ريت كنترولرز بياخدوا لحد 6. يبقى في ريت كنترولرز بيشتغلوا باربعه، وفي ريت كنترولرز بيشتغلوا بسته خلاص كده. طب يا عم فرضا ان السيرفر عندي فيه اكتر من 6 ديسكات، فرضا ان السيرفر بتاعي فيه اكتر من 6 ديسكات، ها تتحل ازاي دي؟ قال لك بس استنى، عندك ركب ريت كنترولر كمان ووصل عليه مين؟ الديسكات الجديده بتاعتك. وصلت؟ يبقى ممكن في مكنة واحدة يكون عندك أكتر من ريت كنترولر، ها؟ ممكن في مكنة واحدة يكون عندك أكتر من ريت كنترولر؟ أيوة طبعًا، أيوة طبعًا. طيب الحاجة الأخيرة بس، آخر حاجة بقى خالص خالص وهنيها لك، بص لي كده. هكلمك في السيناريو البسيط جدًا، أدا ريت كنترولر أهو الكارت بتاعك، وأنا موصل بيه أدا ديسك، أدا التاني، ادا التالت، ادا الرابع خلاص كده، وادا ريت كنترولر تاني موصل بيه ديسك، ادا التاني، ادا التالت، وادا الرابع. كلام جميل جدا لحد دلوقتي، مفيش اي مشاكل ومفيش اي جديد. طب هو ايه بقى؟ بص لي كده، انا لما قلت لك بتعمل ريد اري، لما قلت لك بتعمل اري معناها بتعمل ايه؟ بتجمع اكتر من ديسك مع بعض. خلي بالك لما تيجي تعمل array بتعمل array على كنترولر لوحده او كنترولر محدد. معنى كده ان ما ينفعش تجيب لي ديسكين واصلين على كنترولر مع ديسكين تانيين واصلين على كنترولر تاني وتقول انا هعمل array ما بين الاتنين دول والاتنين دول. خليك فاكر الحكاية دي، ده كده اسمه اي خرافات واي خزعبلات انت عايز تعملها. لما بتيجي تعمل ريد اري لازم كل الديسكس اللي هتكون ممبر في الاري دون يكونوا كلهم واصلين على نفس الكنترولر. وصلت؟ اتفهمت الحته دي؟ يبقى انت ما تجيش كده تخترع لي وتقول لي انا عندي 8 ديسكات فانا هعمل ريد اري واحد مجموعه 8 رغم ان 4 واصلين على كنترولر واربعة رايحين لكنترولر تاني. انت كده بتقول اي كلام، انت كده انت بتفتي. وصلت؟ لو حد عنده اي مشكلة يوقفني. ليه بقى الحكاية دي ما تنفعش؟ لان بص ده له كاش خاص بيه وده له كاش خاص بيه.
ده له اصلا انت عارف ريد كنترولر ده عباره عن له كمان له بروسيسور صغير، يعني في اصلا بروسيسور صغير كده للريد اري ده او للريد كنترولر ده، وفي بروسيسور تاني كده للريد كنترولر ده. ازاي ده عنده بروسيسور وده عنده بروسيسور؟ الاثنين منفصلين عن بعض تماما، ازاي الاثنين هيمانجوا ده هيمانج سكين وده هيمانج سكين اثنين تانيين؟ طب ازاي الكوميونيكيشن بين الاثنين دول والاثنين دول هتتم؟ ما ينفعش، صعب جدا، بل مش صعب، مستحيل مستحيل. خلاص كده؟ حد عنده اي مشكلة في اللي انا قلته؟ ها يبقى تاني لو عندك ريد كنترولر او عندك كارت واصل بيه ديسكات وكارت واصل بيه ديسكات تانية، كارت تاني اقصد، ما ينفعش تميكس ما بين مجموعة الهاردات اللي في الاري ده او مجموعة الهاردات اللي واصلة بالكارت الاولاني مع مجموعة الهاردات اللي واصلة بالتاني. انت كده بتقول اي كلام، تمام كده؟ طيب حلو جدا. وبما ان الريد اري ده او بما ان الريد كنترولر او الهاردوير ريد تحديدا الهاردوير ريد ده كان بيعتمد على كارت، فكنت دايما لازم تروح تعمل ايه؟ لازم تروح تشتري الكارت ده. خلاص؟ كنت دايما لازم تروح تشتري الكارت ده. طيب طب ما ايه يعني يا عم لما اشتري؟ قال لك لا، ما هو الكروت دي هقول لك بكل بساطة، الكروت دي ايام زمان كانت اسعارها غالية جدا. يعني لو جيت قارنت كده سعر السيرفر بتاعك للكارت بتاع الريد ده كنت هتلاقي سعر كارت الريد ده غالي. عارف مؤخرا في اخر 3 4 سنين كده واخر سنتين تحديدا سعر الريد كنترولر ده بدأ يقل جدا، لدرجة ان النهارده اعتقد ان النهارده ما عدتش هتلاقي سيرفر فيه على الاقل على الاقل ريد كنترولر واحد كحد ادنى، تمام كده؟ تمام. طيب بما انه كنت بتشتريه عشان تشتريه لازم فلوس وكانت شغلانه، فالناس فكروا يا عم طب هو ما فيش طريقه اعمل امبلمنت للريد ده كسوفت وير؟ ما فيش طريقه اعمل امبلمنت للريد ده كسوفت وير؟ يعني ما فيش طريقه لما اكتب الداتا اكتبها بشكل ريدندنت اصلا زيه زي الهاردوير ريد ده؟ قال لك بس ثانيه واحده، انا هعمل امبلمنت للسوفت وير ريد. خلاص كده؟ طيب كلام جميل. السوفت وير ريد ده هيقوم لي بنفس الدور اللي الهاردوير ريد هيعمله، بس طبعا مش هيكون فيه كل المميزات بتاعت مين؟ ها بتاعت الهاردوير ريد. ليه؟ مبدئيا في حاجات في الهاردوير ما ينفعش تطبقها بالسوفت وير. اقول لك كمثال عليها، الكاش مثلا، الكاش بتاع الريد كنترولر ده هتطبقه في السوفت وير ازاي؟ ملهاش حل. في الهاردوير كان بيحط لك ستورج كده صغيره او بيحط لك كاش كده على الكنترولر ده سرعته عاليه جدا، طب السوفت وير هتعمل ايه؟ هتجيب فاست ستورج منين؟ الحاجه التانيه البطاريه اللي كانت بتبقى موجوده مع الريد كنترولر ده لو انت شغال هاردوير ريد، قلت لك كانت بتحافظ على الداتا مكتوبه جوه ايه؟ جوه الكنترولر او جوه الكارت، واول ما الجهاز يقوم بتروح بعتها للديسكات، صح؟ صح ولا غلط؟ طيب مع السوفت وير هتعمل ده ازاي؟ هتطبق دي ازاي؟ ده لو الكهرباء فصلت كل حاجه قطعت على المكنه خلاص. بس ما زلت مع السوفت وير ريد ها بتقدر ايه؟ توفر شوية فلوس، تقدر توفر شوية فلوس حلوين كمان. تقدر توفر شوية فلوس حلوين، خلاص كده؟ طيب، كلام جميل. السؤال بقى، مين الأحسن فيهم؟ مين الأحسن فيهم؟ بص، من غير تفكير، طبعًا الهاردوير ريد، مفيش كلام. ما ينفعش تفكر في سؤال زي ده. أكيد الهاردوير ريد. خلاص؟ فلو أنت شغال وجي تحت إيدك فرصة إن أنت تجيب سيرفر عليه ريد كنترولر وهتشتغل هاردوير ريد، ما ينفعش اصلا تفوتها خلاص، حتى يا عم وانت مغمض. طب لو انت مش عندك، لو مفيش عندك هاردوير ريد بقى، ها لو انت مفيش عندك هاردوير ريد، مفيش عندك ريد كنترولر،
خلاص يا عم ارجع بقى تتزنق، وهتضطر تستخدم مين؟ هتضطر تستخدم مين؟ ها، السوفت وير ريت في الحالة دي. تمام كده؟ تمام؟ طيب اخر حاجة بقى عشان انهي الموضوع ده واخش في موضوع تكنيكال بقى بشكل اكبر، المصطلحات. فاكر لما كنت بقول لك الريت ده اختصار redundant array of independent disks او redundant array of an expensive disks؟ ها فاكر لما اقول لك redundant array of independent disks فغالبا انا بقصد معاك مين؟ طالما شفت independent بقصد hardware rate، طالما شفت inexpensive اقصد مين؟ software rate. ها وصلت؟ وصلت الفكرة دي؟ تاني تاني، طالما قلت لك inexpensive disks معناها ها انا بقصد software rate. طب لو قلت لك independent disks معناها، او انا بكون ساعتها بقصد مين؟ الهاردوير ريت. خلاص كده؟ واعتقد كلمة independent دي فهمنا ليه، لانها بتكون ها واصلة بريت كنترولر عندك. بالمناسبة كمان مش كل، لو انت عندك ريت كنترولر اهو انت شاريه مثلا من اتش بي ولا من تل ولا ايا كان، مش معنى ان انت عندك ريت كنترولر ان انت ممكن تركب اي ديسك في الريت كنترولر ده، لا ده انت كان بيكون عندك ليميتيشن. يعني في ريت كنترولر بتسمح لك تركب كروت، اسف تركب هاردات ساس او ها ساس او اس اس دي، اللي هي الهاردات اللي 2.5 انش، وفي عندك ها كنترولرز تانيين بيسمحوا لك تركب هاردات نوعها ساتا، او الهاردات بمعنى ادق اللي حجمها 3.5 انش، اللي هي الهاردات العاديه اللي احنا بنشوفها الساتا العاديه. فعشان كده كان ايه، كان بيبقى الهاردوير ريت بيديك ليميتيشنز، بيديك ليميتيشنز خلاص، بيحكمك من الاخر تركب هاردات من نوع معين. وصلت الحكايه دي؟ ها حد عنده اي مشكله كده؟ طيب كلام جميل، هناخد بريك 5 دقايق ونرجع بقى نعمل مقارنات ما بين الريد مودز، ماشي كده، او الريد ليفلز زي ما بنسميها. طيب تمام، تعال ناخد بريك كده ونرجع نكمل ان شاء الله.